اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم يأتي حول موضوع قاعدة من القواعد الكبرى الخمس، وهي قاعدة العادة المحكمة. في هذه القاعدة سنتناول عدة محاور. المحور الأول تعريفها، أصلها فيما تثبت به العادة، فصل في تعارض العرف مع الشرع، فصل في تعارض العرف مع اللغة، فصل في تعارض العرف العام والعرف الخاص، فصل في العادة المطردة في ناحية، العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فنبدأ أولا بتعريف قاعدة العادة محكمة. العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولا ويكون مقبولا عندها. ومحكمة يعني أن يتحاكم إليها الناس عند الاختلاف والتنازع فيما لم يرد فيه نص شرعي. ومعنى العادة محكمة اصطلاحا أن العادة سواء كانت عامة أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي لم يرد نص لإثبات ذلك الحكم، لأنه إن ورد فيه نص وجب العمل بمقتضى النص ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدل منه. وأصل هذه القاعدة أو أصل قاعدة العادة المحكمة هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقال العلائي: ولم أجده مرفوعا، أي هذا الحديث لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف، وهذا بعد طول بحث وكثرة كشف وسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذه القاعدة لا أهمية كبيرة ومجالات تطبيقات لتطبيقها كثيرة، فإن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه وفي مسائل كثيرة لا تعد كثرة، من ذلك سن الحيض، فسن الحيض لم يثبت لا بدليل لا من القرآن ولا بالسنة، وإنما ثبت من عادة النساء. كذلك أيضا البلوغ والاحتلام وأقل الحيض، وكذلك بالنسبة للنفاس يعني أقل مدة وأكثر مدة وأغلب مدة، والطهر وغالبها وأكثرها، أيضا ضابط القلة والكثرة في الضبة أيضا هذا ثبت بالعرف، والأفعال المنافية للصلاة هذه أيضا رجع فيها إلى العرف، والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء وغير ذلك. وهذه القاعدة يتعلق بها مجموعة من المباحث التي سنتناولها بالبيان إن شاء الله تعالى. من هذه المباحث، المبحث الأول فيما تثبت به العادة، وبمعنى آخر شروط العادة لأن تكون محكمة. الشرط الأول يشترط لأن تكون العادة محكمة، يشترط في هذه العادة أن تكون مضطردة، بمعنى آخر أنه يكثر استعمالها، وفي ذلك فروع مثل الحيض
وأيضا الجارحة في الصيد. الجارحة في الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة. يعني لا يكفي في الجارحة أن تفعل الأمر مرة واحدة قطعا، وهل يكتفى بمرتين أو ثلاث فيه خلاف، لكن المتفق عليه أنه لابد من تكرار الفعل يغلب على الظن أنه عادة من عادة في هذه الجارحة في الصيد. كذلك أيضا القائف، فلا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكتفى بمرتين أو لابد من ثلاث، وجهان رجح الشيخ أبو حامد الغزالي اعتبار الثلاث، وقال الجويني لابد من تكرار يغلب على الظن بأنه عارف، بمعنى أن القائف لا يكتفي يعني في مرة أن يتأكد من صحة القيافة أو مرتين أو ثلاث، بل لابد من التكرار حتى يغلب على الظن أنه من أهل القيافة. أيضا اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة، بمعنى أنه الصبي يحجر على تصرفاته المالية ولا تدفع إليه أمواله إلى أن يثبت رشده، وبالتالي بدنا يعني نحتاج إلى أن نختبره في موضوع الرشد بالمماكسة. فهل يا ترى يكتفي بالاختبار مرتين فصاعدا حتى يغلب على ظنه، أو يختبر مرة واحدة؟ قالوا يختبر مرتين فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده. أيضا عيوب البيع، فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة لأن تهمة الزنا لا تزول وإن تاب، ولذلك لا يحد قاذفه. من شروط العادة أن تكون مضطردة، فإن اضطربت فلا، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف. في ذلك الأمر فروع، من هذه الفروع باع شيئا بدراهم وأطلقه، إطلاقه ينزل على النقد الغالب، فلو اضطربت أو اضطربت العادة في البلد وجب البيان وإلا يبطل البيع. نحن مثلا في قطاعنا الحبيب حينما نقول هذا ثمنه 100 دينار أطلقنا، لم نحدد دينار أردني أو دينار كويتي أو غيره، فإنه ينصرف إلى الغالب وهو الدينار الأردني، لكن في بعض البلاد لابد من تحديد نوع هذه الدنانير أو هذه الدراهم. فإذا إذا اضطربت العادة في بلد ما وجب البيان، وإلا كان البيع باطلا لجهالة الثمن. ومنها أي من هذه الفروع غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق بناء على العادة، في الأصح كالنقد. أما في تعارض العرف مع الشرع، وتعارض العرف مع الشرع فيه نوعان، أحدهما إذا لم يتعلق بشرع حكم فحينئذ يقدم عرف الاستعمال على الشرع. مثلا لو حلف لا يأكل لحما فأكل سمك، هل يحنث؟ قالوا لا يحنث، لأن العرف جعل للحم يعني مسمى وسمك مسمى آخر. وإن سماه الله تعالى لحما أو حلف ألا يجلس على بساط أو ألا يجلس تحت سقف أو حلف ألا يجلس في ضوء سراج فجلس على الأرض لم يحنث، وإن سماها الله سبحانه وتعالى بساط أو جلس تحت السماء لم يحنث، وإن سماها الله تعالى سقفا، وإن جلس في الشمس لم يحنث، وإن سماها الله تعالى سراجا، لأنه في هذه الحالة عند تعارض العرف مع الشرع، ففي هذه الأنواع وهذا النوع
الذي لا يتعلق بالشرع حكم يقدم العرفي أو عرف الاستعمال على الشرع. أما النوع الثاني إذا تعلق بالشرع حكم فحينئذ يقدم حكم شرعي على عرف الاستعمال. ومن أمثلة ذلك لو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود، أيضا حلف ألا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك لأنه قد يكون مضربا عن الطعام، فلا يحنث بذلك إنما يحنث إذا كان بالصيام. أيضا حلف ألا ينكح فيحنث بالعقد لا بالوطن، لأنه في هذه الحالة قدم اعتبار الشرع على عرف الاستعمال. كذلك أيضا أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث. كذلك أيضا لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران وغيره. كذلك أيضا لو حلف ألا يأكل لحما لم يحنث بالميتة لعدم اعتبار الشارع له. أما عند تعارض العرف مع اللغة أي اللفظ يحتمل أو له معنيان، معنى في العرف ومعنى في اللغة، ما المعنى الذي ينبغي أن يقدم عند التعارض؟ هل يقدم المعنى الذي تعارف عليه الناس أم المعنى الذي وضع باللغة؟ وجهان، أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين أن الحقيقة اللفظية أي الحقيقة اللغوية هي التي تقدم عملا بالوضع اللغوي. أما الوجه الثاني وهو ما عليه البغوي قال تقدم الدلالة العرفية. لماذا؟ لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الأيمان، فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل، فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث. وقال الرافعي في الطلاق إن تطابق العرف والوضع أي الوضع اللغوي فذاك، إذا يعني لا يوجد إشكال، وإن اختلف فكلام الأصحاب أي أصحاب الإمام الشافعي يميل إلى تقديم المعنى اللغوي على المعنى العرفي، بينما الإمام والغزالي أي الإمام الجويني والغزالي فيريان اعتبار العرف أي أن يقدم العرف على اللغة. وقال في الأيمان ما معناه إن عمت اللغة خدمت على العرف، وقال غيره إن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة فالمعتبر اللغة، وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف، وإن هجرت اللغة قدم العرف. وقال ابن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة حينئذ. ومن الفروع المخرجة على ذلك حلف لا يسكن بيتا، فإن كان بدويا حنث بالمبني وبغيره لأنه قد تظاهر فيه العرف الكل واللغة، لأنه يسمونه بيتا، يعني في العرف يسمونه بيتا وفي اللغة يسمونه بيتا. وإن كان من أهل القرى فوجهان بناء على الأصل المذكور إن اعتبرنا العرف لم يحنث والأصح الحنث. ومنها أي من الفروع المخرجة على ذلك حلف لا يشرب ماء حنث بالمالح وإن لم يعتد بشربه اعتبارا بإطلاق اسم الماء عليه لغة. ومنها
قال أعطوه بعيرا لا يعطى ناقة على المنصوص. وقال ابن شريح نعم يعطى لاندراجها فيه لغة، أي أن الناقة تعتبر من البعير من جهة اللغة. ومنها أيضا قال أعطوه دابة، أعطي فرسا أو بغلا أو حمارا على المنصوص لا الإبل ولا البقر، إذ لا يطلق علي عرفا وإن كان يطلق عليها لغة. وقال ابن شريح إن كان ذلك في غير مصر لم يدفع إليه إلا الفرس. أما إذا تعارض العرف العام والعرف الخاص، فالضابط فيه هنا أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء، رد إلى الغالب في الأصح وقيل تعتبر عادتها. وإن كان غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام؟ في العكس وجهان الأصح نعم. أما المبحث الثالث العادة المضطردة في ناحية، هل يا ترى تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ قالوا هذا فيه صور. من هذه الصور لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم وهو العنب قبل نضجه، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط أو من غير شرط القطع؟ وجهان أصحهما لا. وقال القفال نعم. وصورة أخرى لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط فيحرم إقراضه لأنه قرض جر منفعة؟ وجهان أصحهما لا، أي لا ينزل منزلة الشرط. وصورة ثالثة لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا، فهل يحرم؟ وجهان أصحهما لا. أما المبحث الرابع فالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو العرف المقارن السابق دون المتأخر، وهذا يعني إشارة إلى الشرط الثاني حتى تكون العادة محكمة، وهو أن تكون العادة مقارنة لحصول الشيء المراد معرفة حكمه بالعادة أو سابقة عليه. فقال الرافعي أيوه العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج في النفقة غالبا، ولا يؤثر في التعليق والإقرار، بل يبقى اللفظ على عمومه فيها، أما في التعليق فلقلة وقوعه، وأما في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب أو الوجوب على العرف الغالب، فلو أقر بدراهم وفسرها بغير سكة البلد قبل. قال الإمام وكذا الدعوة بالدراهم لا تنزل على العادة، كما أن الإقرار بها لا ينزل على العادة بل لابد من الوصف. وكذا قال الشيخ أبو حامد والماوردي والرويان وغيرهم، وفرقوا بما سبق أن الدعوة والإقرار إخبار عما تقدم، فلا يفيده العرف المتأخر بخلاف العقد، فإنه أمر باشره في الحال فقيده بالعرف. أما المبحث الخامس فقد قال الفقهاء كل ما ورد به شرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في العرف يرجع فيه إلى العرف، ومثله بالحرز في السرقة،
ومثله أيضا بالتفريق في البيع، ومثله أيضا في طريقة القبض، ومثله في وقت الحيض وقدره، والإحياء والاستيلاء في الغصب، والاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية، بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره. وقالوا في الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف، وخرجوا عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف، مع أنها لا ضابط لها لا في الشرع ولا في اللغة، ومنها المعطاء على أصل المذهب، إذ لا يصح البيع بها ولو اعتيدت، لا جرم أن النووي قال المختار الراجح دليلا الصحة، أي صحة البيع بالمعطاء، لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ. هنا نأتي إلى نهاية الحديث عن القاعدة الكلية الكبرى الخامسة، قاعدة العادة المحكمة، وإلى أن نلتقي للحديث عن القواعد الأخرى، لكم مني أصدق الدعوات وأطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.